شنو يعني عمي غير رايه؟ مو دارس عينه انا ولا مو دارس عينه؟ بنتهم راح اخذها غصبا عليهم، لو اعطيكم كلكم الطوفه. يما يا حبيبي صدقني، لو الله كاتب لك تاخذها بتاخذها، بس حتى ام ناصر امس قالت لي، قالت لي يوها خطابه، بس قالت لهم مخطوبه حق ولد عمها. يوها خطابه؟ شنو يعني يوها خطابه؟ وليش ما تحكيتي؟ انا اوريكم. عادل عادل يما اسمعني بس. يا ربي يا ربي قابل روح سوي شيء. انا اشغل انا تحت، ليش نطقت؟ الله يهديك يا ولدي، الله يهديك. أنا وايد 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 مستانسة من موقف أبوي معي، مو مصدقين وقف صفي. الحمد لله، بس ها أبيش تقولين لي السالفة الحين وبالتفصيل الممل. لا بالتفصيل الممل بتطول، خلي أقول لك الزبدة. أهم شيء إن أبوي كلم عمي وقال له أنا ما أقدر أغصب بنتي، إذا تبي كلمها وخذ رأيها. وكلمت عمك؟ إي قلتهم كلهم بعد. طبعاً قلتي له ما أنت موافقة. شيء أكيد. إنزين الحين إيش بتسوين على موضوع خالد؟ ما أدري. المشكلة إن أمي قالت لهم إن أمل مخطوبة حق ولد عمها. خلاص هاي الموضوع خلي علي أنا. أنا أكلم مشعل وأخليه يكلم خالد. بس تقولي ليش بتسوين؟ ما أدري. إيش رأيك؟ أقول حق أمي تدق على أهل خالد وتقولهم حياكم عندنا. خبلنتي. أنت تقولين ما يو يخطبون. شلون تقولين لها تدق عليهم؟ زين شو أسوي يا ربي؟ أنا أقول لك شو تسوين. تدقين على أمك وتقولين لها أنا موافقة على الناس اللي يو يخطبون. راح تقول انت ايش درجنا ما جايين يخطبون هني حزتها راح نعرف انها هي بعد ما تبي عادل ولما يجون اهل خالد مره ثانيه راح نعرف انهم ما راح يرفضون يعني دق على امي ايه دقي عليها شنو ما حد دارس عينكم؟ ولا انا مو بعينكم اصلا؟ سمعيني شنو يعني بتزوجون امل حق واحد ثاني؟ عادي عندكم بكل بساطه؟ قسما بالله سويتوها لاهدم البيت على راسكم، وامل انا باخذها غصبا عليكم، رضيتوا ولا رضيتوا؟ وبلغي هالكلام حق بنتك وريلك، وانا بصير وياكم راي واجب. بعطيكم يومين. الله اعطاكم يومين. ان ما دقيتوا وقلتوا لي حياك لامسح فيكم الارض واحد واحد. بس ما تستحي. ايش في هذا كلني بكشوري؟ معقولة هذا عادل؟ لا أنا ماني مصدقة، لا. بتعقل أختك ولا لا؟ ايش فيك عادل؟ قصة صوتك، ايش فيك؟ ترى قاعدين بالشارع احنا والجيران كلهم موجودين، وهذه أمل قاعدة تحكي عنها ترى أختي. عاد لا همني لا أنت ولا أختك ولا حتى جيرانكم، بالطقاق بالعنة تلعنكم، وإذا ما زوجتون إياها أنت تدري أنا شنو أقدر أسوي؟ ايش بتسوي؟ ها؟ وخر انت ما تستحي على وجهك داش البيت تهدد بناصر وتصارخ والحين واقف بالشارع لا تصارخ ولا عملت قيمه ولا حشيمه حق عمك يبا انا حاولت افهمها بس مو راضي افهم شو اسوي يعني انت شاب ولا شو ما تشتغل دش اسمع ان شفتك هني مره ثانيه لا تلوم الا نفسك واذا على موضوع عمل اذا هي مو موافقه ما تاخذها دام انا حي يلا ادلف دام هذا ردك عايز اشوف ايش راح اسوي ادلف ثلاث كرات الكلب داخل الو شوف يا ابو عادل انت لازم تشوف لك حل حق ولدك ولا اروح المحفر اشتكي عليه واسجل اقول ترى انا مو عايزان عنه اي اذا انت ما تقدر عليه انا اعرف شو اسوي فيه أهدي أعصابي أقول لك جاينا البيت يهددنا أنا عمه ما احترمني وتقول لي أهدي أعصابي أنت لازم تشوف لك حل وياه ولا نعرف أتصرف خلاص يا أبو ناصر أبشر ولا يهمك أنا بتصل عليه الحين وأفهم منه شو السالفة بس عاد أنت يا أخوي لا تعصب أوعدك أني أوقف عند حده بس انت اهدى اهدى يا اخوي اهدى ان شاء الله ان شاء الله على امرك مع السلامة ليش يا عادل ليش
حتى اخوته بتخرب علاقتي معه. خلني اتصل عليه واشوف شو مسوي. اكيد ما ترد علي بعد اللي سويته ويا عمك. شلون ترد؟ اسمع، كل شيء اسمح لك فيه الا انك ترفع صوتك على عمك او تهدده. لا تفكرني ساكت عليك كل هالفترة، تفكرني خايف منك يا عادل. انت استغليت حبي لك وفهمت غلط. ذبحتني انت ويا اخوك. اسمع، اللي ابيه راح يصير غصب عليكم. وبعدين تعال كاظب علي، استغليت حبي واستغليت حبي، ما ادري شنو حبك. فكني من هالعجي وروح اطلب لي بنت اخوك. احترمني يا ولد، انا ابوك. واذا ابوي خريطه، اذا ابوي فش كلامك علي. يما ولا عافيك ولا يسلمك شوي شوي. انت كم سمعيني، امل راح اخذها غصب عليكم لو اعطيكم كلكم الطوفه. عادل، انا ماني راح عشان تمديدك عليك. خير يا ام عادل؟ اخوي ابو عادل شبيه؟ ما ادري والله يا ابو ناصر شو اقول لك. فجاه طاح علينا ويبنى المستشفى. وش قال الطبيب؟ الطبيب للحين عنده ما طلع بعد. اذكر يلا، اذكر يلا يا ام عادل، ان شاء الله ما عليه الا العافيه. الحين يطلع الطبيب وطمنا عليه. بس انت لا تبكين. ونعم بالله، بس انت تدري يا ابو ناصر ما اللي بهالدنيا غيره. سيقولي لي، علميني شو اللي صار. والله ما أدري شو أقول لك يا أبو ناصر. تهاوش وأهو عادل وطاح علينا وابن هني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بشر يا دكتور، شلون أخوي أبو عادل؟ للأسف المريض عنده جلطة في المخ. بعد الفحوصات اللي عملناها لقينا ان عنده نزيف في المخ، وحاولنا نوقف النزيف. زين شلون حالته الحين؟ والله حالته مستقره، بس بعد 48 ساعه ربنا يسهل ان شاء الله. احنا عملنا اللي علينا حق، والباقي على ربنا بعد اذنك. والنعم بالله، والنعم بالله. لا تبكين يا معادل، لا تبكين. انت المفروض الحين تدعي له الله يقومه بالسلامه ان شاء الله. البكي ما يفيدك شايبة. هاي يما أمل، وينك؟ يما أبيك توصلين للمستشفى. أبوك دق عليه يقول إن عمك بعادل وايد تعبان بالمستشفى. يا يما السايق راح يجيب أخت الشيخة. إنزين أنتي تعالي الحين وديني، وعقب ردي محاضرتك. يلا يما أنا ناطرتك، لا تأخرين واللي يسلمك. يلا مع السلامة. يا رب تقومه بالسلامة يا رب.